الباب الواحد والتسعون ومئتان. باب تحريم الخلوة بالأجنبية. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. الحمو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ظنكم؟ رواه مسلم.